أسعد الله مساكم. اليوم إن شاء الله بعلمكم طبخة وايد سهلة، مضغوط اللحم. شو مقاديرها؟ لحم طبعاً أنا سلتنا، ثوم ويا زنجبيل وفلفل داقتنهم، بصل شرايح، طماط، بطاط، فلفل رومي حبة، بهارات مشكلة، فلفل أسود ويا شوية دارسين، ملح، عيش ناقعتنا بشوية خل. الحين بجدر الضغط حطيت نص كمية البصل، بعدين باخذ كمية من الطماط، باخذ كمية من الزنجبيل والفلفل الحار والثوم، باخذ كم حبة من الفلفل البارد، بعدين باخذ بعد شوي من البطاط، بعدين بحط بصف اللحم. برجع الحين حطيت اللحم، برجع احط باقي كمية البصل والكمية الباجية انزين والفلفل البارد والبطاط والبهارات، نحطهم كامل ويا الملح والهذا. ما حطيت زيت انا ترى، ها الحين بحط شويه زيت. الحين انا سكرت الجدر، ما حطيت ماي، بحطه على النار لمده ساعه كامله، عقب الساعه ان شاء الله براويكم. الحين من تبدا تصفر هي على طول تقصرون النار، تخلون الشوله على نار وايد هاديه لمده ساعه تقريبا، خليتها ساعه ونص او اقل. شوفوا كيف اللحم دايب، شوفوا الماي، انا ما حطيت ماي، هذا كله من الطماط والبصل. الحين بحط العيش شاخلتنا، بحطه فوق، بط بط لا لا تسوي الصوص، بحط الزعفران وبرجع اسكر على الضغط بعد ربع ساعه، بخليه بتكون شي